الدكتور عبد العزيز العضياني مبتعث الى تخصص الدقيق من مدينه تورونتو في كندا. انا متخصص في طب الاسره والمجتمع ومبتعث لدراسه التخصص الدقيق في التعليم الطبي الاكاديمي. ادرس في جامعه تورونتو في كندا. طبعا البرنامج الزمالة الدقيقة في تخصص التعليم الأكاديمي يمتد من سنة إلى سنتين. بالنسبة لطبيعة الدراسة هو عبارة عن تخصص دقيق في التعليم الطبي والأكاديمي للناس أو للأطباء الذين يبحثون عن طرق التدريس الطبي في الجامعات الطبية. متطلبات التخرج تتطلب الحصول على تخصص في طب الأسرة والمجتمع بشكل خاص، وأي أيضا التخصصات الأخرى كتخصصات الباطنية وتخصصات الجراحة، ولكن يهتم في تأهيل الأطباء للدراسة لتدريس التدريس الأكاديمي. طبعا الصعوبات تكمن اولا في الحصول على قبول، وهذا يجري على معظم الجامعات الكنديه في معظم التخصصات الطبيه، وايضا الصعوبه الثانيه تكمن في الدراسه ومتطلبات الدراسه، ولكن هذا يجري ايضا على معظم التخصصات الطبيه كمجهود طبي كبير. التخصص الذي أدرسه الآن هو تخصص التعليم الطبي الأكاديمي، والذي يتبع طب الأسرة والمجتمع، والذي طبعا يهتم في تأهيل الأطباء وتدريبهم لتعليم الأطباء المتدربين في ليتأهلون ليكونوا أطباء ناجحين وأطباء أكاديميين في المستقبل. طبعا الطلب نعم طلب كبير في سوق العمل سواء في السعودية أو غيرها، والسعودية بشكل خاص الطلب يكمن في حاجة الجامعات والكليات الأكاديمية للمتخصصين في طرق التعليم وتأهيل الأطباء وتدريبهم، فالحاجة إليه كبيرة جدا في الوقت الحاضر. نعم الحقيقة نادي نون الإلكتروني مجهود كبير وجبار من الأخوة القائمين عليه، وهو مجهود يجمع خبرات الشباب وخبرات المتعلمين والمتخصصين في موقع واحد ليسهل على الباحثين عن التخصص وعن مضامينه في بسهولة، وأيضا يوجههم للطرق الصحيحة لإيجاد التخصص المناسب لهم. بارك الله لهم وللقائمين عليه. حياك الله، بارك الله فيك، بارك الله فيكم، وشكر الله لكم.